هو نظرا للوضعية الوبائية اللي كتعرفها اللي كيعرفها العالم وخاصة تنقول المغرب، فاحنا حاولنا مع إدارة المؤسسة أننا نخدم على مجموعة ديال الإجراءات الاحترازية، ومن بينها أولا فأنه الجمعية اقترحت أنه تاخذ ماتريال ديال التعقيم، والتعقيمات يكون عندنا كل يوم المؤسسة والحراس ديال المؤسسة مشكورين اللي بيقوموا بهذه المهمة، كذلك أنه تم اقتناء مواد التعقيم ديال اليد الذي يستفدوا منها كاع تلامذة المؤسسة وكذلك الأطر الإدارية، وهذا جاء من بعد مجموعة ديال الاجتماعات اللي قمنا بها لا مع السلطات المحلية ولا مع إدارة المؤسسة في إطار مجلس التدبير، واللي خدم مجموعة ديال القرارات منها أنه تمشي مع المذكرة الوزارية ديال أنه التلميذ الذي يستفد من نصف حصة ديال الدرس، فالحمد لله فحاولنا أن نخدم على واحد البرنامج اللي فيه التلاميذ اللي غادي يكونوا في الداخل ديال كل 10 تلميذ غادي يكون إن شاء الله في قاعة محددة، بالتالي أن نحاولوا نحافظوا على سلامة التلاميذ وعلى صحتهم. نتمنوا أنه هذه الخطوة اللي خديناها إلى جانب المؤسسة أنها إن شاء الله توصلنا وندوز موسم دراسي بدون أنه يتمس أي تلميذ من عندنا، وشكرا. احنا كنستعكم احنا كجمعيه الاباء ديال الثانويه الاعداديه ديال محمد السادس، قمنا بالاقتناء تاع مجموعه من المواد ديال التعقيم زائد الاجهزه باش اللي نديروا فيها المسائل ديال التعقيم، البومبه ديال الرش، وساهمنا في البروتوكول الصحي من اجل نجاح الدخول المدرسي ان شاء الله، وتنتمنوا يكون دخول مدرسي موفق ويكون حضور ان شاء الله، بمعنى تنتمنوا ما توقفش الدراسه، ولانه درنا جميع الاجراءات اللي تقوم بالحمايه والوقايه ديال الابناء ديالنا، ومن تباعد ومن تعقيم ديال الطاولات والتعقيم ديال الحجرات، وان شاء الله نتمنوا الخير. المدرسي استثنائي بالنسبه لهذا الشيء اللي واقع نتاع هذا الوباء، والمهم الحاجه الوحيده اللي لاحظنا بعدا في الدخله سي كو السيد المدير والاطر واخدين يعني الاحتياطات ديالهم، و لقينا الناس كيعقموا فهمتي، المهم حنا ارتاحينا نفسيا واحد شويه ملي شفنا بان دايرين الاحتياطات ديالهم، وتنتمنوا ان شاء الله غير الدراسه تمشي عن بعد، ما يخليوناش مثلا حتى النص العام ولا شي حاجه ويقول لنا راه بينا نديروا عاود التعليم عن بعد ولا شي حاجه، حنا كنتمنوا تمشي الدراسه في القسم والتلاميذ يحضروا تكون حضوريه العام كامل ان شاء الله، لان هذيك التجربه نتاع 3 موا اللي داز الكونفينمون ما عطاتش يعني الثمار ديالها، وما كانش الدراري صغار ما يمكن لهمش يقراو في الدار و سميتو. المهم هادشي كنتمنوا تبقى القرايه ان شاء الله تمشي هكا، يمشي العام الدراري التعليم حضوري والدراري يقراو في المدرسه، هادشي اللي كاين. ميرسي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.